ولنقترب أكثر من التطورات على الأرض، وينضم إلينا من الجزائر مراسلنا كريم قندولي. إذن كريم، بدأ المحتجون في التوافد إلى ساحة البريد المركزي في الجمعة العاشرة طبعا على التوالي. كيف يبدو حجم التوافد والشعارات المرفوعة؟ ماذا تقول اليوم؟ نعم، يعني حتى الآن نحن تمام الساعة 12 بتوقيت الجزائر، يعني بساحة البريد المركزي بدأ التوافد إليها تقريبا منذ الساعة 9 إلى 10. أيضا هنا تقريبا أمامي ساحة موريس، أودع إحدى الساحات العامة أيضا المعروفة والتي يتوافد إليها المتظاهرون بشكل كبير. نفس الشيء ونفس المشهد أمام ساحة أول مايو، بالتالي اليوم المتظاهرون أيضا يثبتون ويبصمون على أنهم لا يزالون على العهد مع هذه المظاهرات إلى غاية تحقيق مطالبهم الكاملة وغير المنقوصة بالتغيير الحقيقي والشامل. حاولنا أن نتقرب أكثر إلى هؤلاء المتظاهرين واستطلعنا آراءهم، وقالوا بأن هذه الاعتقالات وهذه المحاكمات ما هي إلا تشويش هذه الإرادة الشديدة، وأيضا يعني وكأنهم يذرون الرماد على العيون وليست سوى ذلك. طيب كريم، باستقلالية القضاء وعدم يعني اتباعه لأي جهة كانت، سواء كانت الجيش أو كان، أيضا أصروا على أن هذه المحاسبة يجب أن تكون بعد أن يتم تحقيق التغيير الكامل والجذري وأن يستقل القضاء. كريم، يعني في ذلك الوقت سيتم المحاسمة من رؤوس العصابة إلى يعني من أعلى رأس الهرم إلى القاعدة وليس. طيب كريم، رئيس أركان الجيش كان قد دعا المحتجين إلى أخذ الحيطة والحذر مما أسماها بمحاولات ربما تسلل إلى داخل المسيرات السلمية. هل لوحظ أي من هذا الموضوع أو هذه التفاصيل؟ وما هو شكل الانتشار الأمني المحيط بهذه المظاهرات لتأمينها طبعا؟ نعم، يعني التواجد الأمني يعني بكثرة يعني على محيط العاصمة في المداخل، يعني كالعادة تقريبا 3 أسابيع يتم غلق العاصمة، يتم يعني وكأنها مصفات للدخول إلى العاصمة، تضييق تقريبا الحواجز الأمنية من 4 يعني أروقة إلى رواق واحد، وبالتالي يعني صعوبة الدخول إلى العاصمة سواء كان المدخل الشرقي أو الغربي أو حتى الجنوبي، وهو ما يصعب الولوج إلى العاصمة. اليوم إذا كان الارتكاز حقيقة على هذه المظاهرات هنا في العاصمة سيكون من سكان العاصمة أو البهجة مثل ما يطلق عليها، وبالتالي يعني ليس الرهان على من يقدمون من بقية الولايات، لأن هنا الزخم الكبير في العاصمة هو من ربما يخيف أكثر السلطة من أن تكون هذه المظاهرات كبيرة، لأن يعني البقاء يعني على تلك الأحجام الكبيرة هو من يصعب ربما من في بلوغ مهامه وأيضا في تحويط الأمور. وبالتالي اليوم مثل ما ذكرت هو التركيز أكثر على سكان العاصمة لإنجاح هذه المظاهرة. بالتالي اليوم المطالب هي تقريبا ذاتها رحيل بدوي رئيس الحكومة وحكومة تصريف الأعمال، وأيضا رحيل بن صالح كرئيس للدولة. طيب، هذه أبرز المطالب وهذه أبرز الشعارات التي صادفناها حتى الآن. التوافد لا زال تقريبا مقارنة بالأيام الماضية إن كان تقريبا هذا الوقت يكون فيه تواجد أكثر، بالتالي ننتظر إلى غاية نهاية صلاة الجمعة أين يكون بالأعداد تتكاثر بأكثر قوة. وأيضا لابد من إشارة إلى أن هنالك السترات البرتقالية أيضا متواجدة لأجل أن تعمل ذلك الطوق الأمني بينها وبين المتظاهرين من أجل إنجاحها للمرة الثانية توالي بعد الجمعة الماضية، إن تميزت وامتازت بالسلمية إلى أبعد الحدود. بالتالي اليوم الجمعة العاشرة يعني تؤكد على أن الشعب لا يزال ضمن يعني تلك المطالب التي كانت بتغيير الباءات ورحيل رموز السلطة السياسية. على كل التشويش على الاتصال يعني على وجهي طبعا، ولا أكيد يمكنني أن نحن مقدرون ذلك كريم. أشكرك. يعني الخط انقطع، لا أدري إن كان الاتصال متواصل، ولكن أؤكد بأن متواصل كريم. يبدو يعني أنك أنت من لا تسمعني. شكرا جزيلا لك كريم قندولي مراسلنا من الجزائر، سنبقى معك في ضوء أي جديد. شكرا جزيلا لك.